الكرام، أينما كنتم تتابعوننا عبر شاشة تلفزيون فلسطين في حلقة جديدة من برنامجكم دائرة الحدث، الذي تعودتم فيه أن نحلل ونناقش آخر المستجدات السياسية داخليا وخارجيا، أيضا متصلة بالقضية الفلسطينية والعربي أيضا. دعوني في البداية أرحب بضيفي في استوديو دائرة الحدث لهذا اليوم، الأستاذ أشرف العجرمي، الكاتب والمحلل السياسي. تحياتي أستاذ أشرف. أهلا وسهلا بك وبالمستمعين المشاهدين. أستاذ أشرف، كما اعتدنا دائما نذهب سريعا لجولة عناوين الصحف المحلية والعربية والإسرائيلية كما أيضا الأجنبية، ثم نعود وإياك لنبدأ حلقة النقاش. نبدأ جولتنا من الصحف المحلية وتحديدا من القدس. هنية وأبو مرزوق أقوى المرشحين لخلافة مشعل في رئاسة حماس، والحركة تغير اسم المكتب السياسي إلى اللجنة التنفيذية. الجيش الإسرائيلي يداهم عدة مناطق ويعتقل 4 أشخاص من الخليل وعزون. من القدس إلى صحيفة الأيام، القاهرة تقول لا يوجد مشروع لإقامة منطقة للتجارة الحرة بين مصر وقطاع غزة. والجامعة العربية تطلب من بنك مون والرباعية بالرد على تهديدات ليبرمان بحق الرئيس عباس. أما الحياة الجديدة، مجموعات يهودية تنتشر في القدس القديمة وتحذيرات من دعوات لاقتحام الأقصى اليوم. محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير يقول السلطة تهدف إلى تحويل 200 مليون دولار من الديون إلى سندات. إلى الصحف الصادرة في بعض الدول العربية، نبدأها من الدستور الأردنية، عضو كنيسة من الليكود يقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك. أما صحيفة الغد، شكوك بقدرة إسرائيل تدمير إيران نوويا. إلى الأهرام المصرية التي نقلت عن كبير المفاوضات، مفاوضين صائب عراقات بدء مشاورات صياغة طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة. النهار اللبنانية نقلت عن الرئيس المصري محمد مرسي، الحركة في الخارج تخدم نهضة الداخل ونحن في حاجة للعالم كما أن العالم في حاجة لنا. إلى الصحف العربية الصادرة في لندن، من الشرق الأوسط نقرأ فلسطيني 48 يحذرون من تدهور الحكم في إسرائيل إلى الفاشية. إلى القدس العربي التي كتبت، المحققون الفرنسيون يقررون استخراج جثمان عرفات للتأكد من سبب وفاته، والمستوطنون يستعدون لاقتحام الأقصى اليوم والفلسطينيون يستنجدون. ننتقل إلى الصحف الصادرة في إسرائيل، صحيفة يدعوت أحرنوت كتبت عن العقوبات على إيران، انهيار الاقتصاد الإيراني وخلافات جدية داخل القيادة الإيرانية. إلى صحيفة هأرس، التحضيرات لانتخابات مبكرة في شهر شباط أو آذار. أما صحيفة معرف، أهداف حزب الله في حل نشوب حرب، قواعد عسكرية في جبل الشيخ ومصافي تكرير البترول في حيفا. نختم جولتنا بأهم الصحف الأجنبية، واشنطن بوست نشرت مرسي يوطد علاقته بتركيا لبسط نفوذهما في الشرق الأوسط. أما نيويورك تايمز، أمن البعثات الدبلوماسية الأمريكية الأخطر أمام أوباما. إلى صحيفة الجارديان البريطانية، الولايات المتحدة الأمريكية تقول لدول أوروبا لا مكان للدولة الفلسطينية. وأخيرا من صحيفة زمان التركية، زيارة الرئيس المصري للبلاد ذات أهمية كبيرة وتشكل علامة فارقة. أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، وإياكم نبدأ حلقة النقاش مع الأستاذ أشرف العجرمي. أستاذ أشرف، دعنا نبدأ بالشأن الإسرائيلي قبل أن ندخل في تفاصيل الوضع الداخلي والتطورات لدى حركة حماس أو في داخل تنظيم حركة حماس. أيضا المؤتمر الذي جرى في إسطنبول في تركيا عقب انتخاب أردوغان مرة أخرى لرئاسة حزبه العدالة والتنمية، وما قاله محمد مرسي هناك وأيضا خالد مشعل وما أثار من ردود في إسرائيل، يقدرون بأن الانتخابات ستكون في شباط القادم أو في شباط العام القادم، والحديث من أنه في 15 من تشرين الأول سيتم الإعلان عن ذلك في بدء دورة الكنيسة الشتوية. هل لذلك أسباب سياسية، خصوصا وأنه ضربة على إيران لم تنجح حتى الآن؟ وضع الائتلاف الحكومي في إسرائيل كيف هو حاله؟ الساحة السياسية في إسرائيل أيضا بين معارضة إن وجدت أو بحجمها الضئيل، والائتلاف الحاكم وغطرسة ليبرمان وشقاوته على أعضائها. هذه مواضيع متعددة. في الواقع كان متوقعا أن يتم تقديم موعد الانتخابات، ولولا دخول حزب كديمة برئاسة شاول مفاز إلى الائتلاف الحكومي لكانت الانتخابات جرت في شهر أيلول الماضي. يعني كان هناك تقديم وتحديد موعد محدد لإجراء الانتخابات، ولكن دخول كديمة يعني أبعد الانتخابات نسبيا.
المشكلة الرئيسية التي يعني توجب تقديم موعد الانتخابات هي مشكلة الموازنة. الحكومة الحالية ليس لديها أغلبية لتمرير موازنة العام 2013 في الكنيست، وحسب القانون الإسرائيلي أنه إذا نهاية حتى نهاية العام إذا لم يتم تمرير الموازنة تسقط الحكومة، وبالتالي عندما لا يكون لدى رئيس الحكومة القدرة على تمرير مشروع الموازنة العام القادم، معنى الكلام أنهم سيذهبون إلى تحديد موعد قريب للانتخابات، وبالتالي الحديث يدور في إسرائيل حول شهر شباط أو آذار، يعني في الربع الأول طيب من العام. يعني السبب مش سياسي، السبب مالي بالدرجة الأساسية أو موازنة هو السبب سياسي، لأنه خروج كديمة من الحكومة الإسرائيلية الذي منع أضعف قدرتها على التمرير في الكنيسة. طيب بالتالي هو سياسي اقتصادي. كيف سيؤثر ذلك على توجهات إسرائيل نحو نحو إيران مثلا أو نحو قطاع غزة، وضعها في التعامل مع القضية؟ هل ستمر إسرائيل في فترة جمود سياسي حتى انتهاء الانتخابات؟ واضح من خطاب بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة أن السقف أو الخط الأحمر الإسرائيلي يتحدث عن الربيع القادم، بمعنى أنه ليس قبل شهر آذار من العام القادم، وبالتالي لم يعد بإمكان إسرائيل أن تقدم على توجيه ضربة عسكرية بشكل منفرد خلال هذه الفترة، وبانتظار أن تأتي الانتخابات الأمريكية وتم معرفة نتيجتها بشكل كامل. وبالتالي هذه الفترة يعني لا شيء يمكن أن يصرف نظر الجمهور الإسرائيلي وأيضا الأحزاب الإسرائيلية عن التركيز عن القضايا الاقتصادية الاجتماعية التي بسببها تسقط الحكومة بشكل أساسي، وبسبب أيضا الخلافات السياسية حتى في إطار الائتلاف الحاكم حول كثير من القضايا المرتبطة بالموازنة. بالتالي إسرائيل ستمر بحالة من الجمود أو الانتظار، إلا إذا أقدم نتنياهو على مغامرة، ولا أعتقد أنه يستطيع الإقدام على مغامرة. هو التوافق حول هذه المغامرة داخليا في إسرائيل غير موجود، يعني المعارضة أكثر، معارضي الخطوة أكثر من مؤيديها حتى الآن كما نقرأ على الأقل من نعم هو أي حرب على إيران أو مغامرة عسكرية توجد أغلبية ضدها في الأوساط الأمنية النافذة، معنى أن أوساط الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ترفض، وبالتالي لا يستطيع نتنياهو أو غيره أن يمرر قرارا أو أن يتخذ قرارا بالهجوم العسكري على إيران أو فتح جبهة في حزب الله أو في الشمال أو حتى في غزة بدون أن يكون هناك توافق مع الولايات المتحدة الأمريكية بالحد الأدنى، وعلى الأقل ضمان أن تصمت الولايات المتحدة الأمريكية. ضوء أخضر. نعم الآن الولايات المتحدة الأمريكية تقول لإسرائيل هناك ضوء أحمر، لأن أي عمل عسكري إسرائيلي الآن سيؤثر على وضع أوباما، وسيؤثر على وضع الانتخابات الأمريكية، ويؤثر على المصالح الأمريكية في المنطقة، خصوصا في هذه المرحلة الحساسة التي تتابع فيها واشنطن ما يجري في الساحة السورية والساحات العربية الأخرى، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية ليست بحاجة لفتح جبهة جديدة يمكن أن تؤثر على سياستها ومصالحها. ما يجري من يعني ضرب الرأس بالرأس كما تقول مثلا صحيفة إسرائيل اليوم في خبرها الرئيسي، باراك وليبرمان رأس برأس، ما يقوله ليبرمان وما يتعرض من تهديد ووقاحة ضد الشخص السيد الرئيس من ناحية، أو ضد أيضا السلطة الوطنية، والحديث الذي أجرامه صحيفة هآرتس وما أثار من جدل على الساحة الفلسطينية، حتى أنه عربيا الجامعة العربية طلبت من بان كي مون اللجنة الرباعية أن ترد على تهديدات ليبرمان بحق السيد الرئيس، يعني ورغم أنه يعني ضعف الرد، ولكن هذه المسألة بتداعياتها كيف يمكن أيضا للجانب الفلسطيني أن يقرأ ملامحها على مستقبل الانتخابات، من سيفوز في الانتخابات، بينما يقول ليبرمان ومن يمثل في حكومة إسرائيل، وما يقول أهود باراك وزير الجيش أيضا وما يمثل في إسرائيل. يعني الانتخابات الإسرائيلية ستفرز على الأغلب تفوق للجناح اليميني في الساحة السياسية الإسرائيلية، حتى لو يعني لم يفز الليكود بنسبة الأصوات التي كانوا يتوقعون له، واستطاع حزب العمل
أن يخرج عن نطاق الأصوات أو المقاعد التي تظهرها له الاستطلاعات، لكونه يركز على القضايا الاقتصادية الاجتماعية على وجه التحديد، وهي قضايا ذات أغلبية وذات شعبية واسعة في إسرائيل. وبالتالي يمكن أن يحدث تحول في زيادة نسبة الناخبين لصالح حزب العمل، وتقلص نسبة الناخبين لصالح الليكود أو لبعض الأحزاب، مع أن الاستطلاع الأخير أظهر يعني تصاعدا في نسبة تأييد الليكود، ولكن هذا ليس بالضرورة ما يحدث خلال الأشهر، ويمكن لأحداث القادمة أن تغير. نعم، وبالتالي يعني هناك في يعني إشكالية أمام يعني الخارطة السياسية الإسرائيلية، أنه أي تغييرات فيها لن تذهب باتجاه تغيير جذري بمعنى أن يفوز الوسط واليسار في ائتلاف حكومي جديد، لأن الخارطة بتركيبتها الحالية باتجاه اليمين. ليبرمان تحديدا يمثل اليمين المتطرف، ويمثل المستوطنين على وجه التحديد، وهو حزب الاتحاد الوطني. هم أحزاب يمثلون الاتجاه الأكثر تطرفا في داخل الخارطة اليمينية الإسرائيلية، وهؤلاء لديهم شعبية. يعني من الواضح أن حزب ليبرمان سيكون الحزب الثالث على الأغلب، يعني بعد الليكود وحزب العمل من المرجح أن يكون الحزب الثالث من حيث عدد المقاعد. هو يعني وقاحته سيجنيها بالتأكيد، هو طيب. يراهن على جمهور محدد وله حظوة لدى هذا الجمهور حتى لو كان يناكف على مستوى الساحة السياسية. في الواقع ما يقوله ليبرمان يداعب مخيلة نتنياهو، بمعنى أنه لا يقول كلاما مناقضا لنتنياهو، لا يقول بأن كلامه لا يعبر عن حكومة بالتأكيد نتنياهو. لأن نتنياهو مرتاح لهذا الكلام، ولكن نتنياهو لا يستطيع لأسباب سياسية ودبلوماسية أن ينطق بعبارات فظة وواضحة مكشوفة كالتي ينطق بها ليبرمان، ولكنهما يعني وجهان لعملة واحدة يمينية في إسرائيل. رجب أبو سرية في صحيفة الأيام كتب مقالة يقول فلسطين نار تحت الرماد، يقول بمضمون ما يتحدث فيه بأنه عاجلا أم عاجلا ستضطر إسرائيل إلى الالتفات إلى القضية الفلسطينية أو إلى عملية السلام أو إلى حلول يجب أن تحسم المسألة. ويقول بأنه عقب كل انتخابات كانت الأطراف من الأحزاب تتقدم ب مبادرات مثل مبادرة مفاز على علاتها، مبادرة كديمة على علاتها، يقول حتى آخرها زهافة غالأون رئيس حزب ميرتس اليساري أيضا الذي قدم مبادرة على علاتها، يقول خطة الحل ستكون برنامج ميرتس في الانتخابات الإسرائيلية القادمة، ومن الواضح أن مواصلة الفلسطينيين للمعركة في الأمم المتحدة هو باعث هذا الحراك السياسي في داخل إسرائيل، حتى لو لم يكن حادا أو واضحا للملأ. ذلك أن صمت نتنياهو وحتى تجاهله للموضوع الفلسطيني في كلمته بالأمم المتحدة لا يعني مطلقا أنه لا يرى الموضوع الفلسطيني يشبه النار الذي تحت الرماد. أي يقول أنه الجواب هو برهن الفلسطينيين فصائل وقوى وأفراد، حيث بمقدورهم أن يحددوا مسار السياسة الداخلية الإسرائيلية وأن يغيروا حسابات الجميع وبرامجهم وحتى مواقفهم من ميرت إلى العمل مرورا بكديمة وصولا إلى الليكود والبيت الأبيض، وما هو إلا بضع وقت ويكون الجميع أمام استحقاق الانتهاء من هذه المرحلة الرخوة، يقول مرحلة اللا حل إلى مرحلة الحسم. هل تتفق مع رجب أبو سرية؟ أنا بدون شك أن الحراك الفلسطيني وعامل حاسم في رؤية إسرائيل لما يحدث في المنطقة. يعني إسرائيل كانت مرتاحة طوال الوقت، طوال السنوات الماضية، من حالة الهدوء. هناك هدوء، هناك أمن على الجبهتين في الضفة وفي غزة، هناك أمن مثالي للإسرائيليين، وبالتالي لا يشعرون بوطأة الصراع ولا يشعرون بالحاجة لإنهاء الاحتلال. ولكن في الشهر الأخير إسرائيل أدركت أن هذا الوضع القائم يمكن أن يتغير في ليلة وضحاها. المظاهرات الفلسطينية التي حدثت ضد سياسة الحكومة الفلسطينية، ضد الغلاء والموضوعات الاقتصادية، أضاءت النور الأحمر لدى الإسرائيليين بأن هذا الوضع الذي تسيطر عليه السلطة الوطنية الفلسطينية بالرغم من المناكفات مع السلطة على المستوى السياسي، ولكن على المستوى الأمني، على المستوى الاستقرار والهدوء، هذا وضع مثالي بالنسبة لإسرائيل. تستطيع تحمل مناكفتنا في الأمم المتحدة وفي كل شيء طالما لا يحدث شيء على الأرض. في لحظة أدركوا أن الرئيس محمود عباس يمكن أن يذهب،
رئيس الحكومة ممكن أن يذهب، السلطة ممكن أن تنهار. بالتالي هذا الواقع الذي بنت عليه إسرائيل سياسة تجاهل حالة الصراع وتجاهل الحاجة والمطلب الفلسطيني والدولي إنهاء الاحتلال هو واقع يتغير. وبالتالي الآن الإسرائيليون ينظرون إلى ما بعد ذلك، ما بعد، وربما هذه تبرز أكثر بعد الانتخابات، لأن الموضوع السياسي لم يعد أولوية بالنسبة للناخب، ولكنه سيكون أولوية بالنسبة للمستويات السياسية المختلفة. دعني أستاذ أشرف أرحب وإياك مع بالسيد أكرم عطلة الكاتب والمحلل السياسي من قطاع غزة عبر الهاتف. تحياتي أستاذ أكرم. تحياتي لكم ومرحبا بكم وبالسادة المستمعين. إذا ترفع الصوت قليلا طيب، حتى يرفع صوت قليلا الشباب في البث، دعني أطرح عليك المادة الأساسية وما هو كان عنوانا رئيسيا على الصحف المحلية لهذا اليوم، مسألة من سيخلف مشعل لرئاسة المكتب السياسي التي ارتضت أو وجدت حماس أن تغير اسمه من مكتب سياسي إلى لجنة تنفيذية. هذا الاسم وارتباطه باللجنة التنفيذية بمعنى الرمزي الخاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية أثار تساؤلات كبيرة حول طموحات حركة حماس وأين هي اليوم من تنفيذ مشروعها إن صح التعبير على المستوى العربي والدولي فيما يخص إثبات شرعية تمثيلي إلى آخره. هل تعتقد بأن هذه التساؤلات عليها من ردود يمكن أن يقرأها الكتاب المحللين من وجهة نظرك؟ يعني هذا ربما يأخذ شكلا من الحساسية ارتباطا بالتطورات الإقليم خلال العام ونصف الأخيرين، نعم، أو التغيرات في الإقليم كانت نجاحا كبيرا، مخرجاتها كانت تمثل نجاحا كبيرا للإسلام السياسي في المنطقة العربية. نعم. حركة حماس جزء من الإسلام السياسي. حركة حماس لمدة 5 سنوات أو ما قبل تطورات الإقليم ربما لأكثر من 3 سنوات ونص أو 4 سنوات استقلت بقطاع غزة، حاولت البحث عن شرعية، حاولت البحث عن اعتراف بها، حاولت أن تخرج خارج قطاع غزة. هذا لم يكن ممكنا. بعد تغيرات الإقليم بدأت تشعر أن الأمر مختلفا ويجب أن يصب في مصلحتها، وبالتالي ربما رأينا الجولة الأولى في بداية هذا العام للسيد إسماعيل هنية إلى تونس وإلى الكويت وإلى قطر وإلى إيران، وهي جولة عامة وربما كانت إذانا بفتح الأبواب أمام حركة حماس. المسألة الثانية والتي أبرزت هذا الخلاف، هذا أتى بعد شعور نفسي لدى حركة حماس بقطاع غزة أنها باتت أقوى من السابق، أن شرعيتها يمكن أن تتحقق بعد تطورات الإقليم. وهذا بالمناسبة هذا الموضوع مرتبط بالموضوع الآخر، موضوع التغيرات الداخلية داخل حركة حماس وخروج خالد مشعل أو قرب اعتزاله حسب ما أعلنت وسائل الإعلام أو ما أعلنه هو نفسه حتى. وسيكون المشرف العام لحركة الإخوان المسلمين في فلسطين بحسب آخر المعلومات أستاذ أكرم، ولكن في تفصيل أكبر المرشحين لخلافة مشعل سواء هنية كما تقول بعض الأنباء أو موسى أبو مرزوق كما تقول أنباء أخرى، هل يمكن أن يغير في مسار الحركة أم أنهما من ذات التيار وبالتالي التوجه واحد من وجهة نظرك؟ ثم الحديث عن النجاحات، ألم تراها ترتطم بسياسة مصرية فيما يخص مثلا المنطقة الحرة، المنطقة التجارية الحرة بين مصر وغزة؟ يعني بالتأكيد حركة حماس عندما نتحدث عن وجهة سياسية واحدة بالعام الأخير ربما هذا يحتاج إلى تدقيق. يعني أنا لمست أنه هناك تباين، يعني بحده الأدنى ممكن أن نقول تباين نطلق عليه، نعم، بين حماس قطاع غزة وحماس الخارج، وهذا ظهر في أكثر من موقف سواء باتفاق المصالحة أو باتفاق الدوحة أو بالرؤية للكثير من القضايا أو حتى بإطار العلاقة مع إيران. هناك قطاع غزة تذهب باتجاه إيران والخارج توقف عن الذهاب باتجاه إيران وقال اعترف علنا كما قال السيد أبو موسى أبو مرزوق أن العلاقة مع إيران تراجعت، وبالتالي هناك يبدو أنها تذهب باتجاه تركيا كما لمسنا مثلا. نعم. إذن من سيكون رئيس المكتب التنفيذي لحركة حماس أو المكتب السياسي، أنا حتى اللحظة اسمه على وشك أن يتغير، بالتأكيد هذا سيحدد إذا كان من قطاع غزة، قطاع غزة منسجمة مع ذاتها في سياسة مختلفة
عن سياسة الخارج. إذا كان من الخارج بالتأكيد ربما يكون أقرب لما كان يفكر فيه السيد خالد مشعل، وبالتالي لنا نتوقع علينا أن ننتظر من سيكون الرجل الأول بحركة حماس لنقرأ بعدها كيف سيكون وجهة الحركة وإلى أين ستذهب الحركة. حتى اللحظة ربما يكون المرشح الأبرز هو السيد موسى الدكتور موسى أبو مرزوق، وأول رئيس المكتب السياسي للحركة، وهو نائب رئيس المكتب السياسي طوال أكثر من عقد ونصف الماضيين، وهو لديه التجربة الأكبر. طيب. موسى أبو مرزوق ربما لأنه من قطاع غزة، ربما أيضا قطاع غزة يذهب باتجاه الدفع باتجاه أن يكون السيد موسى أبو مرزوق، ولكن هناك لا أعرف إذا كانت هذه قضية أنه الأستاذ خالد مشعل من الضفة الغربية، وكان الحديث عن الأسير المحرر الأستاذ صالح العروري. صالح العروري نعم. وبالتالي هناك يكون تقاسم ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، سيكون يعني مركز كل الأشياء في قطاع غزة، هل سيكون هناك توافق على هذه الأمور؟ يعني علينا أن ننتظر من المبكر يعني طيب بما أنه من المبكر ذلك أستاذ أكرم، وأن الصورة لم تتضح على هذا الصعيد، دعنا نقرأ الساحة الميدانية في قطاع غزة. هل تعتقد بأنه ربما الاحتجاج الميداني، وكما لمسنا مثلا من المسيرة النسائية التي خرجت احتجاجا على الوضع في غزة أو على وضع الانقسام بدرجة أساسية، هل يمكن أن يسبق أي شيء آخر من قراءتك للميدان هناك؟ لا، القطاع غزة ربما والحالة الفلسطينية بشكل عام هي حالة ملتبسة يتداخل فيها الوطني بالاجتماعي بالديمقراطي، وهذا ربما تكرر قبل أسبوعين في الضفة الغربية، حالة الحراك الشعبي، ربما لأنه الأحزاب التي تحكم في فلسطين هي في اللحظة التي لا تريد أن تسمي نفسها أحزاب سلطة هي تهرب من هذه التسمية وتقول أنها أحزاب مقاومة، وبالتالي يصبح تجرد شرعية من يتحرك ضدها، تجرده من هذه الشرعية. وهناك تجربة ب 15 آذار في نفس اليوم الذي خرجت جماهير قطاع غزة للتظاهر، يعني وإسرائيل طبعا تريد أن يستمر هذا الانقسام. طيب. وقامت باغتيال اثنين من كتائب عز الدين القسام، وبالتالي أصبح المتظاهرون في وضع في حالة من الحرج الشديد، وكأنهم عملاء يريدون أن يسقطوا المقاومة وحكومة المقاومة. إذا يعني هل تعتقد بأنها يمكن أن تتصاعد هذه الاحتجاجات في قطاع غزة، أم أنه غير وارد في الفترة؟ لا، هناك قدر كبير من القسوة في التعامل تجاه المتظاهرين. طيب. هذا أنا أعتقد أنه يكون وارد في يعني أو على الأقل في المدى القريب. هناك أولا قل قسوة في التعامل مع المتظاهرين، وهناك تجارب تمتد بدءا من احتفال الشهيد الرئيس السابق ياسر عرفات، وانتهاءا بتجربة 15 أذار كيف قمت حماس، والأسبوع الماضي أيضا في مخيم البريد، وبالأمس كان هناك، دعنا لا ننسى ذكر النكبة أيضا في ذلك، هو كان وذكر النكبة، وبالأمس كان هناك استدعاءات لمن تظاهروا بالبريد وكيف انتهت الأمور. الجانب الثاني أنه قلت أن الأحزاب الفلسطينية تقف بالوسط تماما، وأنا أتحدث هنا عن حركة حماس بين حزب السلطة وحزب المقاومة. باللحظة التي تتحرك الجماهير في الداخل فإنها توجه الاتهامات بأنه هؤلاء يمكن أن يكونوا متواطئون مع الاحتلال، وبالتالي يريدون أن يسقطوا المقاومة، وفي اللحظة التي تريد أن تكون حزب السلطة تكون حزب السلطة. لكن أنا أقول عن حراجة موقف من يريد أن يتحرك ضد حركة حماس. ثالثا، هناك شيء اسمه الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هو السبب الحقيقي لكل المآسي الفلسطينية، هو الاحتلال الذي يحصر قطاع غزة. نعم، هو الاحتلال. صحيح أنه الوضع الفلسطيني هو وضع تسبب به الفلسطينيون، وبالتحديد حركة حماس سيطرتها على قطاع غزة. لم يكن مطلوبا منها أن تسيطر على قطاع غزة، ولم يكن مطلوبا منها أن تصل وتوصل معها سكان قطاع غزة وقطاع غزة وسكانه. شكرا إلى لك. هذه اللحظة، ولكن أستاذ أكرم للأسف داركني وقت يعني المكالمة الهاتفية. شكرا لك الأستاذ أكرم عطلة، كاتب المحلل السياسي، حدثتنا من غزة. شكرا لك. أعود شكرا لكم. أهلا فيك. أعود لك أستاذ أشرف العجرمي، كيف تقرأ مقاله سيد أكرم عطلة في هذا الجانب والوضع في قطاع غزة، العلاقة الداخلية، هل تقرأ أيضا التحالفات أو عفوا يعني الاصطفاف يعني إن صح التعبير، حماس قطاع غزة إيران، حماس الخارج تركيا مصر أو مرأة؟ يعني واضح أنه مركز الثقل في حركة حماس أصبح في قطاع غزة. قطاع غزة يتمثل السلطة الحقيقية والفعلية لحركة حماس، وتمثل المورد
المالي الرئيسي أيضا لحركة حماس. حماس في السابق كانت تعتمد على الدعم الذي يأتيها من الخارج، الآن لديها قطاع غزة بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهبا، هناك السيطرة الفعلية، هناك الإمارة الإسلامية، وبالتالي كل المعادلات في إطار تركيبة حركة حماس راح تكون محكومة بمعادلة قطاع غزة. حتى لو فاز أي شخص في رئاسة حركة حماس لن يكون لن يستطيع طيب. أن يخرج عن معادلة حماس في غزة، بالتالي مسألة تغيير من يسيطر الاسم على الأرض يسيطر على السياسة. رمزية تغيير الاسم من مجلس أو مكتب أو رئاسة مكتب حركي إلى لجنة تنفيذية هو تعبير عن رغبة حماس في احتلال التمثيل الفلسطيني. حماس منذ أن أنشئت وهي تريد أن تتربع على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ويبدو أن هذا الحلم لم يتحقق لأن حماس لا تريد الذهاب نحو المصالحة، وبالتالي تدرك تماما أن انتخابات للسلطة الوطنية الفلسطينية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني لن يفضي لأغلبية لدى حركة حماس، وبالتالي تريد أن تفرض أمرا واقعا على الأرض من خلال أن هناك لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير ولجنة تنفيذية لحماس. بالتالي أي توحيد راح يأتي بأن نضم اللجنتين التنفيذيتين والمنظمتين في هذا هي الإطار تستبق الأمور طيب. حماس تفكر بهذا الاتجاه. المؤتمر الذي أقيم في إسطنبول وما تحدث سيد محمد مرسي رئيس جمهورية مصر تجاه الملف السوري، يعني هو كله كان على الملف السوري، يعني انتخاب أردوغان رئيسا له للدورة الثالثة لحزب الحرية والعدالة، هل تعتقد بأنه التوجه أو الاصطفاف، يعني مثلا دعني أنا أخذ مقالة كتبها يونس رجوب، قال خط القاهرة اسطنبول واختفاء الخطوط العربية، يلمح يونس إلى أنه محمد مرسي الرئيس المصري وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس حتى الآن وأردوغان يحاولون يعني إذابة حركة الإخوان المسلمين وما أنجزته في المناطق، مناطق الربيع العربي إن صح التعبير، في الخط الأمريكي الإسرائيلي أو التركي الأمريكي الإسرائيلي لتنفيذ مخططات في المنطقة. هذا ما قاله الرجل. آخر قال موفق مطر قال بأنه انتقد خالد مشعل في كلمته التي يعني تحدث فيها عن أن الانقسام شر، وينسى بأنه حركة حماس من ابتدعت هذا الشر بالدرجة الأساس. ثم التلفزيون السوري يشن هجوما قويا كاسحا على خالد مشعل عقب إلقائه لكلمته في هذا المؤتمر. يعني لمن يريد أن يقرأ ما جاء في التلفزيون السوري من انتقادات عبر وكالة معا في تحت عنوان التلفزيون السوري يشن هجوما عنيفا على مشعل، يعني يقول بأنه في الوقت اللي ما حدا استقبلك إحنا استقبلناك وهلأ جاي يتزاوت وإلى آخره. بملخص الوضع يبدو أنه تيار صار جاهز، مشعل أو تيار الخارج من حماس، الإخوان المسلمين في مصر، محمد مرسي مصر بشكل كامل، وتركيا في تيار واحد. هل هذا يعني أن المنطقة أو قرارات هذا الحلف تجاه سوريا ستبقى على ذات الوتر متلاقية مع ما تريده الولايات المتحدة؟ كيف أيضا ذلك يلقي بظلال أخرى على مصر وعلاقتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية أخرى؟ يعني يجب أن ندرك من البداية بأن حركة الإخوان المسلمين يعني مربط الفرس بالنسبة لها الإدارة الأمريكية وواشنطن. نعم. منذ البداية حتى لا نخطئ، وبالتالي هذه ليست سياسة جديدة طوال الوقت. هذه الحركة وكل تفرعاتها فقط تسعى للحصول على شرعية من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي حصلت على الشرعية، وبالتالي هي معنية بضرب كل التيارات الوطنية والقومية في العالم العربي. المعركة في سوريا يتوقع حسب تقديرات جماعات كثيرة بأن من يفوز فيما لو انهار النظام الأسد والجماعات الإسلامية، وبالتالي هذا سيكون دعما إضافيا يعني الحركات الإسلامية على مستوى المنطقة، وبالتالي الآن ستتشكل محاور جديدة مرتبطة في طوق إسلامي في المنطقة إقليمي وعلى المستوى الدولي مدعوم بالولايات المتحدة الأمريكية. لأنه عمليا هذا الطوق سيذهب باتجاه ما تريده إسرائيل. ماذا تريد إسرائيل حتى نفهم؟ إسرائيل لا تريد إعطاء الفلسطينيين دولة في حدود عام 1967، وهذا
ينسجم مع موقف حماس، ينسجم مع موقف كل التيارات الإسلامية. التيارات الإسلامية لا ترى في المطلب والمشروع الوطني الفلسطيني مشروعا لها. يكفي أن تقام إمارة إسلامية، الأرض كلها لله، وأينما تقام الإمارة الإسلامية خير وبركة. وقيمت في غزة تذهب باتجاه مصر، تذهب باتجاه الأردن، ليس مشكلة. يعني ليس بالضرورة أن تذهب الإمارة الإسلامية من غزة إلى القدس. ربما يكون تحرير القدس كما يقول بعض الناس سمر عبر دمشق. سمعنا سمعنا في السابق أن تحرير فلسطين يمر عبر بغداد، ومر عبر طهران، ومر عبر كابول، ومر عبر لا نعرف أي عاصمة. الآن يتحدثون عن تحرير فلسطين عبر دمشق. بالتالي كل هذا الحديث هو يأتي في إطار تحالفات جديدة مرسومة ترسمها الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على مصالح قوامها، تدمير الدول القومية العربية. طب بغض النظر عن الأنظمة سيئة جيدة، هذا موضوع آخر، ولكن هناك تفتيت وعدد تركيب للعالم العربي بما يخدم المصالح الأمريكية. طبعا هذه ليست النتيجة الحتمية لثورات الربيع العربي، حتى نكون دقيقين. الشعوب العربية في نهاية المطاف ستعرف كيف تختار من يمثلها ويمثل مصالحها، لكن يجب أن نمر في عنق الزجاجة هذا في هذه المرحلة. يعني أنت تتفق مع ما كتب يونس رجوب خط القاهرة اسطنبول واختفاء الخطوط العربية في هذا على هذا الصعيد؟ للأسف داركني وقت البرنامج وقد تجاوزناه. شكري الجزيل لك الأستاذ أشرف العجمي الكاتب والمحلل السياسي على هذه الإطلالة. شكرا لك. شكرا لك. أيضا الشكر موصول لأكرم عطا الله، أيضا كان معنا من قطاع غزة عبر الخط الهاتفي. الشكر موصول له أيضا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامجكم دائرة الحدث، حتى ألقاكم يوم غد. هذه تحياتي، تفضلوا إلى زاوية الكاريكاتيرية وإلى اللقاء.